النهاردة هنتكلم على المجموعة من المجموعات الجديدة لعلاج مرض السكر النوع الثاني، اللي هم بيشتغلوا عن طريق انه بيمنعوا اعادة امتصاص السكر عن طريق الكلى ويؤدوا الى فقدان السكر في البول. هذه المجموعة كانت الجميل فيها انها بتشتغل عن طريق ميكانيزم مختلف، طريقة مختلفة ليست لها علاقة ولا بالانسولين ولا بمقاومة جسم الانسولين، اللي هي كانوا اشهر اثنين مسؤولين عن حدوث النوع الثاني من مرض السكر، وبالتالي ممكن استخدامه مع اي مجموعة من المجموعات التي تعمل على افراز الانسولين او انها تصلح مقاومة الجسم الانسولين. برضك هذه المجموعة خلت حصل فقدان في الوزن وخفض في مقاومة نسبة ضغط الدم، وكانت من الحاجات المؤثرة الاخرى بخلاف انها بتظبط مستوى السكر في الدم. المجموعة دي في منهم عقار ادى الى خفض معدل اصابة بامراض القلب والوفيات في القلب، خصوصا في المرضى الذين لهم اصابة سابقة في القلب. ده اللي خلى في البروتوكولات العالمية الجديدة ان في مرضى السكر النوع الثاني اللي عندهم قصور في شرايين القلب او في الدورة الدموية المخية ان تكون الاولوية لهذه المجموعة او هذا العقارات بعد استخدام الميتفورمين اللي هو الاساسي عندنا في علاج مرض السكر النوع الثاني.